أعتقد نحن لبعض يعني الظواهر الاجتماعية الجيدة اللي كانت عندنا بالتجمعات وممارسنا وكذا، لكن بعد لضرورة أحكام نقدر نتجمع لكن بأعداد يمكن بسيطة ما تتعدى يعني على أصابع اليد. ممكن نزور أبائنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا، لكن بعد بالاشتراطات اللي حددتها الجهات المختصة وخاصة بالتباعد الاجتماعي. أمي تخلينا نتواصل مع يديد ويديد بالبرامج الذكية، فأنتوا كيف تتواصلون معهم؟ سبحان الله، هذه الجائحة وعمران لها إيجابيات ولها سلبيات كبيرة. مثل ما قلت ان زاد الافشنسي، وما شاء الله حتى منظومه العمل ما شاء الله زادت بقوه كما قالت الاخت عائشه. طبعا بالنسبه للتباعد الاجتماعي نحن صحنا متباعدين اليوم، لكن ولله الحمد ان تعلمنا درس ان سبحان الله حتى الطلبات من برا البيت ما قمنا نطلب لا طلبات ولا شياته، الكل قام ياكل من البيت، الكل قام ياخذ من البيت، ما عمره حط طلب شيء من برا. والله يحفظ بلادنا ويحفظ مواطنينا والمقيمين اللي موجودين على هاي الارض الطيبه، مشكورين ان شاء الله.